شغال في اسطول المعلم صابر؟ لا 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 مفيش الكلام ده، انا توك توك حر. يعني ايه توك توك حر ده؟ يعني انا اللي شاريه لحسابي، يعني شاريه بالقسط، ما بحبش اشتغل مع حد ابدا. عبد الله، طب يعني لو انا عايز اشتري توك توك دلوقتي؟ الله اكبر، في يا عبد الله ما تهدى شويه يا عم، بتكبر في وشي ليه؟ انا انبر عليك ولا ايه؟ الله يبارك لك ويزيدك. لا انا بسالك، يعني انا لو عايز اشتري توك توك دلوقتي ودفعت اقساطه، هل هيخش لي دخل في الشهر اللي اصرف عليه؟ طبعا، ما انا هو يا عبد الله قدامك اهو، ما انا عندي التوك توك اهو بشغله ورديه واحده، الحمد لله مستوره، بشوف طلبات امي وبجهز اختي وبشوف طلباتي وبدفع القسط كمان. شوف انت بقى لو شغلت ورديتين. بسم الله ما شاء الله، الله يزيدك. طب عايزين نتكلم في الموضوع ده تاني. ها نتكلم بس ما تستعجلش. ماشي، هلحق المعلم صابر. يلا عشان الايراد. يلا خدني معاك. شاكرين على الشقه حسن. كوبايات يا جمعه. بسم الله توكلنا على الله. اثبت عندك انت وهو. ما بدري يا حلو منك لو في يا جدعان، انتوا عايزين مننا ايه تاني؟ عايزين الحلال. الله الله الله، حلال ايه؟ ده احنا في حته مقطوعه كده هيبقى حرام. لا حلالنا هو الايراد. لا ايراد ايه؟ ما احنا اصلا معناش فلوس ولا ايه يا عبد الله؟ لا تصحصح معايا انت وهو كده وتقلب ودنك وتقب بالمعلوم الالمونيا، وهي بالمره تبقى قرصه ودن عشان ما تبقوش تقفوا في وشنا قصاد المعلم. العيال دي شكلها هربانه من فيلم كرتوني حسن. انت كنت عايز الحلال صح؟ اه ماشي. انت بتعمل ايه؟ عشان الحلال ده يبقى تمام. بلاش يا عبد الله، بس يا جدعان خلاص يا جدعان، بس يا عبد الله بس يا جدعان خلاص يا جدعان بس. بس يا عم انت بس بقى خلاص، بس يا حسين بس يا ابني بس يا اولاد. ايه ده؟ في دم يا عبد الله، في دم يا اولاد الكلب. تعال خش يا عبد الله، خش يا لهوي. ايه ده يا واد، ايه اللي حصل؟ مين ده يا حسن؟ ده عبد الله زميلي في الموقف، ولاد الحرام بلطجيه الموقف اتكتروا عليك منه، كان بيتخانق عشاني. معلش يا ابني. حصل خير ياما، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت طب ايه هتروح على فين وانت سايح في دمك كده؟ انا بس في ايراد لازم اسلمه. معلش يا حسن. ايراد ايه؟ صلى على النبي وقول عسى السلام يا عبد الله. مش احنا اتفقنا يا عم ان انت تيجي معايا البيت عشان اربط لك على الجرح؟ وبعدين يعني انت مش قلت مش عايز اروح المستشفى؟ والنبي يا اخويا ما انت نازل، حضر لي العشاء ينور. طب في ايراد بس يا حسن. يعني انت عايز تزعل ام حسن؟ طيب حاضر يا ماشي. يلا عبد الله يلا على مهلك. لا حول ولا قوه الا بالله. ها ايه ايه؟ معلش معلش امسحها فيا. ما خلاص اهو، خلاص اهو. ماشي يا حسن خلاص معلش. امسك بقى عبد الله. ادي يا سيدي احلى قميص عندي واجدد واحد، اقسم بالله بشوكه. حبيبي ابو علي، مش عارف اشكرك ازاي والله. يا عم ده انا اللي مش عارف اقول لك ايه، والله وشي منك في الارض كمان، يعني ما عرفتش اسد قصادهم معاك. بس بيني وبينك انا ما بحبش المشاكل. ومين بيحب المشاكل؟ ودي عيل سوا بنت حرام. الحمد لله عدت على خير الحمد لله. اقعد ريح ومدد رجلك، خد خد راحتك. ايه ده حسن؟ هو انت خريج جامعه؟ ايه يا عم في ايه؟ خضتني. انا كليه اداب قسم وثائق ومكتبات. يا راجل، طب ايه اللي رماك على التكاتك وانت قسم وظائف وحبشتكنات؟ لا يا عم، هو انا يعني لقيت شغل بالشهاده وقلت لا؟ طب احكي لي. طيب لا احكي لك ايه، ده انا حكايتي طويله، لما نقعد مع بعض بقى ندردش وناخد راحتنا. انا بس استاذنك كده يا عبد الله، يعني اخش اخد راحتي شويه. اتكل انا على الله. طيب ايه يا عم في، انت بتقفش ليه كده؟ انا اقصد يعني اخش اخد راحتي في بيت الراحه. تويلت بليز دي مش في دماغك خالص؟ لا ما انت مثقف بقى وتويلت بليز وكده. حبيبي حبيبي مدد والنبي يا شيخ. لا تمدد. ماشي بيتك ومطرحك. الله يكرمك يا حسن. ليسانس اداب قسم وثائق ومكتبات. الله يكرمك يا حسن. الله يكرمك. لا مؤاخذة دخلت من غير ما اخبط. لا معلش انا اسف اللي لخبطت لكم البيت. معلش. لا والله خالص اسف. ده ايه ما تقولش كده، ده بيتك ومطرحك والله نورتنا. الله يخليك يا رب. انا عملت لك حاجه سهله. الله يكرمك. ايه ده، هو في فرح جنبكم هنا؟ لا مش جنبنا، ده بره في الصالون عندنا. والله هنا في الصالون؟ اه. الف مبروك. على ايه؟ خطوبتك يعني ولا حاجه؟ بقك في باب السما يا رب. بس انا نصيبي لسه ما جاليش. دي 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 اصحاب عروسه يعني من عندنا في الحته جايين عشان يتفقوا معايا ازوقها وكده. اصل انا كوافيره. والله اه ما شاء الله، ربنا يكرمك وعبالك ان شاء الله. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. طيب اروح اتفق معاها بقى. مش عايز حاجه؟ لا الله يستورك يا رب. الله يستورك. ماشي يا شيخ، اتفضل.